Yeah, in Montreal, 28e, Castro Flore, 4 minutes, 31 secondes. 38e, c'est Sandrol, 1-0-2. Le championnat d'Afrique, natation, 74, Arba, Médaillé, Zahbia, Wahda, Fatia. Le retour d'Afrique, 1972, 12 Médaillé, Zahbia, Chabab, Inch'Allah. Le jeu panafricain, Alger, 78, 8e Médaillé, Zahbia, le Marine Mizouli. Championnat maghrébin, 75, 5 ميدالية ذهبية من الميزوني. أول مرأة عربية وإفريقية تتحصل على ميدالية بألعاب البحر المتوسط في الجزائر 1975 من الميزوني فضية من السباحة حرة. دون نسيان مئات الميداليات مع فريقها الكبير الترجي الرياضي التونسي بإمكان تمنيتها أحلام مغربي التوج معها بالبطولات الإفريقية. إذا نصفق جميعا لهذه البطلة التي سوف تبعث بحاجة تثبت اللي هو شاكر طلبوها فيها اللجنة الدولية الأولمبية. إذا حب من حب وكره من كره، ما نزولي أول مرأة رياضية تونسية عربية تشارك في الدوري الأولمبي مونريال. برافو برافو. وكان يعطيها آنذاك دون نسيان المدربين الأفذاذ الدكتور مصطفى شريف شفاه الله، وكذلك السيد محمد المحجوب المدير الفني للسباحة آنذاك، دون نسيان الأخ الزميل سعيد الوزفي اللي كان معه في مونريال. إذا هذه اللقطات وهذه اللحظات السعيدة، نشكركم جميعا على حسن انتباهكم، مع السلامة. Sí.